أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كفاءات الإمارات. وكما عودناكم أعزائي المشاهدين أن نستضيف لكم نخبة رجال الأعمال في هذا الوطن. ورحبوا معي لهذا اليوم سعادة رجل الأعمال أستاذ سليمان. في البداية مساء الخير. مساء النور، يا مرحبا فيك أخ هيثم وطاقم القناة جميعا. بالبداية أعرفكم عن نفسي، أنا سليمان علي محمد الكربي، من مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة. بدينا في البيزنس تقريبا من عام 2008، ومستمرين إن شاء الله في مجال البيزنس هذا. ما شاء الله عليكم من 2008. نعم، من 2008 احنا بال 2020. نعم. طول هالمسيرة كيف استطاع الأستاذ سليمان انه يوصل لهذه السمعة الطيبة؟ اول شيء الحمد لله ثقة الناس والمتعاملين معنا، يعني احنا كسبناها بالثقة المتبادلة بيننا. فالبزنس دائما اخ هيثم يكون في عقبات، طبعا ما في بزنس يجيك سهل على طول، يعني تحصل المطالبة كاملة فيها، فلابد ان في عقبات، لكن الحمد لله تجاوزناها وصلنا مراحل كبيرة ان شاء الله. ما شاء الله عليكم. ايضا شو الخدمات اللي بتقدموها داخل المحاصيل للاعلاف؟ محاصيل الاعلاف احنا قاعدين يعني نستورد الاعلاف من يعني كذا مكان من دول العالم كاملة، يعني اي مكان فيه محاصيل للاعلاف او المنتجات الزراعية لدولة الامارات احنا قاعدين نجيبها الحمد لله، قاعدين نجيب من الارجنتين، من السودان، من امريكا، من شرق اوروبا، من جنوب افريقيا، هذه قاعدين كلها قاعد نجيب لها. وايضا المنافسة الجديدة بدولة الامارات، منافسة خيثم بشكل ما تصوره، في منافسة، ولكن الناس تتميز بالخدمات والجودة وطبعا الاسعار والتنافسية، يعني وصولك للناس قبل ما يوصلك انت بعد لهم. نعم. لو نحكي بعد 5 سنوات وما شاء الله عليك انت شباب، شو نظرتك المستقبلية؟ النظرة المستقبلية احنا نبغى نتحول من الاستيراد الى الاستحواذ، راح نحاول نستحوذ على الاراضي مثلا في السودان او في جنوب افريقيا او بالدول المنتجة، بدل ما نكون احنا الاستيراد، لا احنا نحاول باي طريقة نكون مستحوذين على اراضي ان شاء الله بالتقدم والازدهار ان شاء الله جميعا. بعيدا عن الشغل والبزنس، اي بزنس بيحتاج الى قاعده اساسيه هي نعمه الامن والامان. أكيد. شو بتعنيك بحياتك اليوميه والعمليه؟ في البدايه اكيد طبعا نعمه الامن والامان لا تقدر بثمن. احنا في الدوله الحمد لله يعني الامن والامان فيها هو اساس البزنس واساس الشغل، اذا ما كانت في يعني امان في الدول ما في شغل، يكون بصعوبه جدا، لكن الحمد لله نعمه الامن والامان هذه لا تقدر بثمن. طبعا لا ننسى ابدا الشكر لسمو الشيخ خليفه بن زايد رئيس دوله الامارات العربيه المتحده، والى نائب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولا سمو الشيخ محمد بن زايد، ولا جميع حكام الامارات على الدعم اللامحدود اللي احنا محصلينه منهم، تسهيل جميع الاجراءات وتوفير الامن وتوفير البيئه خصبه للتجاره. وفي النهايه اكيد في شخص او اشخاص كان داعمك، يعني في شخص بيصل لمرحله بتعب فيها. مين الشخص اللي بيستحق منك كلمه شكرا؟ الشخص اللي هي يستحق اكثر من كلمه شكرا اللي هي الوالده الله يطول عمرها، الله يطول، يعني دعمتني معنويا وهي داعمه من قبل ولين بعد، يعني دعم بشكل لا محدود للوالده، وانا اوجه لها شكر خاص لها. احنا عبر شاشتنا بنوجه لها ايضا بطاقه شكر، والله يديمها تاج فوق روسنا ان شاء الله. استاذ سليمان، في النهاية لا يسعني إلا أتقدم لك بجزيل الشكر والعرفان على الاستضافة الحلوة وعلى اللقاء الجميل. إحنا اللي شاكرين لكم ووجودكم معنا، وهذا شرف كبير لنا وتشرفنا بزيارتكم هذه. اسمح لشاشات اللي ننتقل للدكتور خالد عمر والاستضافة والتحدث أكثر عن الشركة.
رحبوا معي لهذا اليوم من شركة محاصيل لتجارة الأعلاف، واليوم معنا الدكتور خالد المدير التنفيذي لشركة محاصيل الأعلاف. في البداية مساء الخير دكتور. مساء الخير وعليكم السلام ورحمة الله، ورحب بكم. في البداية دكتور دعنا نتعرف، من هو الدكتور خالد عمر؟ دكتور خالد عمر من السودان، طبيب بيطري، وعملت بالإمارات منذ العام 2005. تنقلت في عدة شركات في مجال الأعلاف في الإدارة، منها شركة جمعة مصباح، منها شركة باسيفيك، وشركة ستون وينجز، ومؤخرا محاصيل. أسسنا محاصيل مع الأخ سليمان، وما زلنا في هذا المجال الواعد إن شاء الله. شو الخدمات اللي بتقدموها؟ شركة محاصيل بتقدم مجموعة من الخدمات. دائما احنا بنحاول انه يكون المربي او العميل يتحصل على كل احتياجاته من الاعلاف من مكان واحد. عندنا مجموعة من الاعلاف، سواء كانت الحبوب، المركزات، او الاعلاف الحشائش من مختلف انحاء العالم، وبخيارات تلبي حوجة العميل على حسب كل قطاع أو نوع التربية اللي عنده في المزرعة، ونوع النشاط، هل هو نشاط تجاري أو هواية أو جمال أو تربية إنتاجية. بالإضافة لذلك بنقدم مجموعة من الخدمات الفنية الإرشادية اللي بتوجه العميل نحو احتياجه الحقيقي من ناحية الكمية والنوعية وكيفية تقديم الأعلاف لكل نوع من أنواع الحيوانات، بالإضافة لخدمات ما بعد البيع. جميل. وهذه خدمات احنا دائما حريصين في الشركة انه يكون عندنا علاقة أصيلة مع العميل. ليست علاقة فقط بيع وشراء، ولكنها علاقة مستدامة ومستمرة ومتطورة. طب اليوم حابين نتعرف المشاهدين، يعني انه اكيد انتم بتستوردوا من برا، كيف بتحافظوا على المنتج من برا ويجي بالجودة لما يصل المستودع لما يستلمه العميل؟ نعم، اولا بفضل البنية التحتية القوية والخدمات اللي موجودة في المواني، في سرعة في اجراءات تخليص البضائع وتوصيلها للمخازن. لدينا مخازن بمساحات كبيرة، ولدينا إدارة للمخازن تعالج من نواحي فنية، من ناحية التخزين والترتيب، من ناحية التهوية، من ناحية نوعيات البضاعة أو فرز البضاعة. مبدئيا حتى من عملية الشراء بنشتري بمواصفات معينة، مواصفات ستاندرد معروفة. المنافسة الجديدة بدولة الإمارات والتميز كثير عالي، شو اللي يميزكم محاصيل الأعلاف؟ محاصيل للأعلاف تسعى دائما للتميز، وطموحنا كبير في خدمة عملائنا. لدينا طاقم مدرب في الخدمة، لدينا خدمات ما بعد البيع كما ذكرت، واللي إذا كان في أي مشاكل في المنتج بنعالجها، سواء من ناحية فنية أو من ناحية بتاعة كمية. بالإضافة للخدمات التوعوية والإرشادية ومعرفة احتياج الزبون وإعطاه أسعار
تتناسب مع إمكانياته ومع الشيء اللي موجود في السوق. دكتور خالد، احنا الشركة ذكرنا مع الأستاذ سليمان أنه بعد 5 سنوات كان عنده رؤية مستقبلية، وشو رؤيتك المستقبلية لمحاصيل العلف؟ وين راح نشوفها بعد 5 سنوات؟ طموحنا في محاصيل كبير، واللي تعلمناه من بداية محاصيل وحتى اليوم أنه لا مستحيل تحت الشمس. بدأنا من جزء صغير وكبرنا وتطورنا وتعلمنا كثير أثناء هذه المسيرة. طموحنا أنه نكون شركة عالمية رائدة، ويكون لدينا مشاريعنا الكبيرة داخل وخارج الدولة، وأنه نكون داعم أساسي لمنظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات. إن شاء الله من تقدم وازدهار، ونشوفكم على مستوى العالمية إن شاء الله يا رب. بعيدا شوي عن العمل وهيك، لو نيجي لدولة الإمارات، هي دولة الإمارات من الرقم واحد بنعمة الأمن والأمان، شو بتعني للدكتور خالد بحياته اليومية والاجتماعية والعملية؟ دولة الإمارات فعلا هي رائدة في كل المجالات، ابتداء من الأمن والأمان، التنظيم، البنية التحتية، سهولة الإجراءات، الخدمات. نحن من محاصيل بنتقدم بشكر كبير لقادة هذا البلد والشيوخ الذين يعني يقفون ولا يألون جهدا في التسهيل وتذليل كل العقبات، وفي زيادة طموحاتنا في أنه نصل لأي سقف من السقوف الطموحات التي نرى فيها. دكتور خالد، أكيد طول هالمسيرة في شخص أو أشخاص كانوا داعمينكم من بداية حياتكم، لمين تحب توجه بطاقة شكر اليوم عبر شاشاتنا؟ بوجه بطاقة شكر لكل الشركات اللي عملت فيها وأضافت لي وأضفت لها وتعلمت منها. بوجه شكر للتيم اللي موجود معي في الشركة، اللي ما بيقصروا في أي شيء ودائما يبذلوا أفضل ما عندهم لتقديم أفضل خدمة. بشكر السيد سليمان محمد، المؤسس اللي بيمثل لنا برضو الدافع وزاد وسند، يجعلنا نخطط دائما للأفضل. فروعنا موجودة بكل أنحاء الدولة الحمد لله، موجودين بمنطقة سويحان، موجودين في منطقة أبوظبي الوثبة، وموجودين في العنكة في العين، أيضا موجودين في الفقع بدبي، وموجودين في القصيص. مكتب العمليات بتاعنا موجود في القصيص ومخازننا موجود في القصيص. في النهاية دكتور خالد، احنا سعداء بهاللقاء الجميل وهالاستضافة الجميلة، والآن بدنا ناخذ جولة بالمكان ونتعرف أكثر على المحاصيل لتجارة العلف. نعم، نشكر لكم حضوركم الطيب وشرفتونا، ونحن سعيدين باستضافتكم لنا في داركم، ونرحب بكم وناخذ جولة. واحنا شاكرين لدعمكم لهالبرنامج وشاكرين استضافتكم الجميلة، شكرا لك. في النهاية أعزائي المشاهدين، تابعونا بعد قليل في ريبورتاج صغير عن المحاصيل لتجارة العلف. Mi nombre es Omar Jafar, soy argentino, de profesión ingeniero agrónomo, profesor universitario en cuestiones agrícolas, y soy el desarrollista de negocios, el development manager de Mahasil. Estamos trabajando en la organización de las diferentes sucursales que tiene Mahasil, y especialmente el trabajo al que yo me dedico específicamente es a organizar a los productores de distintos países, por ejemplo de Sudamérica, Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, para que
produzcan fardos de alfalfa con la calidad y con los requerimientos que logren posicionar a Majacil como una empresa líder en esos productos acá en el Golfo Arábigo. My name is María Florencia Ferreira. I am from Argentina. I'm working in Majacil. My job is a public relations manager. I am taking care of all the qualities of the products that we are bringing from all around the world, from Egypt, Sudan, Spain, and Argentina, and all the sources that we have. And I'm taking care of all our suppliers and traveling around the world, also doing the supervision of the, doing the control of the qualities and the loading in all the ports. And also here in Jebel Ali, to I have a good connection with DP World, and we are doing a very good job with the staff there. They are giving us special prices and discounts when we have a big volumes here in the port. And also now we are planning to be in the events that are going to be in the 2020 in the Agrame, also in March, to have a stand there and to invite all our customers there.